من بعد ما شفنا كيفاش غادي نديرو ماسك دو ديابوزيتيف، دابا غادي نشوفو اول ديابوزيتيف ديابوراما ديالنا اللي كيكون فيها لا باج دو غارد، كنسميوها لا باج دو غارد، هي اول ديابوزيتيف. اذا غادي نصايبو ديابوزيتيف بلا فورم متعارف عليها. اذا غنمشيو انسيرسيون زون دو تكست، غادي نجيب لهاد البلاصه، غادي نكتبو الاسم ديال الثانويه ديالنا. اذا الثانويه التأهيلية، بلوتو التأهيلية، نرجعو للسطر، الأمير مولاي عبد الله، الأمير نصحو الأمير هنا، الأمير مولاي عبد الله. إذا هاد الثانوية غادي نقادوها، غادي نألينيوها تكون ألينيومون أدغوات، ثم نمشيو لونغلي اكوي نكبروها واحد شويه تولي 28 كبيره بزاف، دونك نردو 24، نديروها باقا نردوها اليني ادغوات باش تقاد لينا. ثم نمشيو لونغلي اكوي نردو كلشي يكون لينا ادغوات، الثانويه التاهيليه الامير مولاي عبد الله. ثم نزيدو للمكون والماده، غادي نجيو نديرو ماده جوج نقاط التاريخ و الجغرافيا، نرجعو للسطر مكون جوج نقاط الجغرافيا، ثم نرجعو للسطر قسم جوج نقاط الأولى باك آداب خمسة. إذا نفس القضية غادي نديروها بحال قبيلة، غادي نردو لالينيومون كامل أدغوات، نديروها كغا نكبروها واحد شوية، كبيرة جات كبيرة بزاف خدات لي سباس بزاف، ثم غنديرو لها أن ألينيومون كاملة تكون ألينيومون أغوش. دونك الثانوية التأهيلية الأمير مولاي عبد الله، مادة التاريخ والجغرافيا، مكون جغرافيا، قسم الأولى باك، آداب خمسة. دابا غادي نديرو العنوان، دونك غادي أنسيرسيون، العنوان غنأنسيريوه وورد آرت، دونك غادي نختار الوورد آرت اللي عجبنا، نديرو هذا. شنو غادي نديرو العنوان؟ نديرو مدينة مراكش مثلا، هو العنوان ديالنا. يمكن لينا هاد العنوان نكبرو واحد شوية، لونغلي أكوي نكبرو العنوان ديالنا، بانت لينا ما بايناش مزيان، يمكن لي نبدل نرد مدينة مراكش هكذا أولا نردها في هاد الشكل هذا. نختار جميع الأشكال اللي يمكن ليهم يناسبوني في العرض ديالي، دونك نعطيوها واحد الشكل يكون فيزيبل شوية، مدينة مراكش. ثم غادي نجيو لهنا دائما انسيرسيون زون دو تكست، غادي نديرو من اعداد جوج ديال النقط، بار اكزومبل محمد او لا اي حاجة الاسم ديالو محمد بار اكزومبل سليماني. ثم غادي نديرو بار اكزومبل خ نسبة لخالد القاسمي و اتسيتيرا، كاع التلاميذ اللي داروا هذا الدرس هذا هو. دونك غادي نجيو غادي نديرو لها حتى هي الفورما اليني، هي غيكون عندها ان الينيومون ادغوات كرا، صافي نخليوها صغيرة هنايا، نزيدو نقدوها شوية هكذا صافي. ثم تحت اشراف دائما انسيرسيون زون دو تكست، غادي نجيو نديرو هنا تحت اشراف جوج ديال النقاط الأستاذ، تحت إشراف الأستاذ نقطة محمد العيدوني أو أي أستاذ، تحت إشراف بلوتو خصنا نصحو هاد إشراف هدا هي، تحت إشراف الأستاذ. دونك هنا غادي نديروها حتى هي تكون كرا، لانيومون ديالها يكون أنا لانيومون غوش. دونك احنا صايبنا لا باج دو غارد ديالنا اللي كنحتاجوها، فيها الثانويه التاهيليه، فيها الماده، فيها من اعداد، فيها تحت اشراف، وهادو راه سو سون دي زون دو تيكست اللي يمكن ليا نبدلهم، يمكن لي نردهم في الشكل اللي يعجبني. صافي تفاهمنا، هاد لي زون دو تيكست يمكن لي نبدلهم ونردهم في الشكل اللي يعجبني، اي زون دو تيكست فيهم هنا يمكن لي نردها في الشكل اللي عجبتني على حسب داكشي اللي بغيت انا. داير اتيتر انديكاتيف باش نعرفو راه هاد لي زون دو تيكست كيمكن ليا نبدلهم كيف ما عجبني.